FM. الكلمة ليك. قطة الكتلة معناها ماهيش داخلة في الصراعات. طبعا مازال مش مأثرين، معناها مفهوم انه فما حزب يحسوا قوي معاهم، صحيح انضباط حزبي هذا كله قالوها للمكتب السياسي. انا عندي امل حقيقة انه معناها باش ننقذوا معناها الوضع، باش ننقذوا البلاد، خاطر اذا جينا مش ننقذوا كفرد ولا كاللغة نتاع ما نحكيك، معناها احنا لازمنا اليوم برنامج انقاذ البلاد، فهمت؟ انا في بالي انقاذ للحزب، انقاذ البلاد من خلال انقاذ الحزب. انا صحفيه راني ننقد هذا وهذا، انا حره انت، انتم راهو الحزب نتاعكم حزب نداء تونس، عندكم شهر ونص عندكم مكاتب سكرت في الحزب الكل، راهي عندها هذه على فكره. ايش عندنا فيه؟ احكي الحزب الكل، حتى الحزب الفئوي، حتى الحزب اللي انا نقول لك حاجه، انا بالنسبه لي نتصور فما امل كبير باش نتعداو العقبه هذه سلامات، لكن اذا صار تقسيم يا خويا الشعب التونسي هو اللي باش يحاسب بكل طرف على اللي عمل. ايوه لكن اليوم هات اغيتون لي ديغا بشرب الحاجه حميده، انا احنا عملنا كل شيء باش نبغى اغيتي، احنا عاملين كل شيء، المكتب السياسي فما اليوم شخصيات مكتب عليها، مكتب سياسي ساعي بكل جهده انه الحزب ما يتقسمش، انه نوحدوا صفوف، هذا سبتن مو. اذا نجحنا فما اشخاص، اذا ما نجحناش يا خويا شنو باش نعمل؟ فما شعب تونسي حاسب، والشعب التونسي كانوا ناسين، راهو ما عادش يرحم، والشعب التونسي راهو ما عادش ينسى، ينسى اليوم نهارك شيء لكن نهار اخر. دونك الناس اللي اليوم معناها مستعده على خاطر مصالحهم الخاصه ولا يعفسوا على الحزب، معناها ينجموا يضحيوا بالحزب يا خويا، فما الشعب يحاسب. الكلمه ليك.